السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سطات على المباشر. كنحيوكم من خلال هذا البث المباشر. تحياتنا لجميع المتابعي قناة شوف تي في. يعني الحالات اللي تسجلت بها المؤكد فيها 2861 إجمالي الحالات اللي وصل 1,141,708. بالنسبة للوفيات وصلت 51 حالة وفاة من إجمالي الوفيات اللي وصل 15,515. دعواتنا المتابعين الأوفياء القناة شوف تي في للطفل ريان اللي في هاد الحالات في هاد الأثناء، يعني لا زالت العملية ديال الإنقاذ متواصلة. اللي كيهمنا الآن الطفل ريان اللي كيف ما ذكرنا ان العمليه ديال الانقاذ لا زالت يعني متواصله لحد الساعه. تم الوصول الى البئر اللي كيتواجد فيه الطفل ريان بمدينه الشاون، اللي جبر واحد التعاطف من طرف جميع المغاربه، تعاطف من طرف جميع المغاربه وجميع يعني العرب اللي أبداوا التعاطف ديالهم على الوضعية ديال الطفل ريان اللي الحمد لله يعني راه المجهودات راه متواصلة لهاد العملية ديال الإنقاذ ديال الطفل ريان، اللي حسب ما توصلنا ليه مؤخرا بأنه الطفل ريان يعني تم الوصول، يعني ما لازالت إلا أمطار قليلة وانهم يوصلوا للبئر اللي كيتواجد فيه الطفل ريان كنحييكم مجددا متابعي قناه شوف تي في على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينه سطات. كنحييكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينه سطات. كنحييكم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم. الوضعيه ديال الطفل ريان اللي حاولت انه العالم باسره اهتز لهذا الطفل ريان اللي لا زالت يعني المجهودات متواصله، لا زالت المجهودات متواصله يعني في هذه العمليه ديال الحفر ديال هذا البئر. تم يعني تقديم الاسعافات يعني الاكسجين والماء حسب ما توصلنا به. تم استخدام واحد الطائره يعني هيليكوبتر خصيصا يعني طائره هيليكوبتر بواحد الطاقم طبي، يعني بواحد طاقم طبي شاب يعني اللي هاد العملية اللي يعني المجهودات متواصلة. كنحييكم مجددا متابعي قناة شوف تي في على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات اللي تسجلت فيها واحد 18 حالة إصابة مؤكدة، صفر حالة وفاة في 24 ساعة الماضية دعواتنا المتابعين الأوفياء القناة شوف تي في وجميع المغاربة، قلوبنا جميعا مع ريان، طفل ريان اللي هو الان يعني المجهودات متواصله لهد العمليه، يعني المجهودات متواصله لانقاذ الطفل ريان. يعني تم الحضور ديال جميع المصالح، المسؤولين، سيد وكيل الملك، العامل ديال الاقليم الوقايه المدنيه، القائد الاقليمي للوقايه المدنيه، الدرك الملكي، الجميع، جميع قلوب المغاربة يعني كتابع يعني الطفل ريان
كنحييكم مجددا متابعي قناه شوف تيفي على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينه سطات. يعني كنحييكم من قلب مدينه سطات، كنحييكم وكنشكركم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر اللي كيف ما كتشوفوا يعني الاجواء بالقلب ديال مدينه سطات اللي كتدخل في يعني في اطار الرصد والتتبع للحاله الوبائيه بالمدينه ديال سطات. الحالات اللي تم التسجيل ديالها 2861 حاله من اجمالي الحالات اللي وصلت 1,141,708 حاله مؤكده. بالنسبه للوفيات 51 حاله، اجمالي الوفيات وصل 15,515 حاله. بالنسبة للحالات الخطيرة والحرجة يعني 691 حالة. بالنسبة للحالات اللي تحت التنفس الاصطناعي 24 حالة. الجهة ديال الدار البيضاء سطات كتسجل فيها 541 حالة إصابة مؤكدة. بالنسبة للوفيات 9 ديال الوفيات. كنحييكم مجددا متابعي قناة شوف تيفي على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات. من قلب مدينة سطات كنحييكم وكنطلبوا يعني من جميع المغاربة الدعوات ديالهم مع الطفل ريان، الطفل ريان الإنقاذ ديالو، يعني جميع دعواتنا مع الطفل ريان، جميع دعواتنا مع الطفل ريان اللي كنطلبوا من الله وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يتم الانقاذ ديالو، يتم الانقاذ ديالو. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يتم الانقاذ ديالو، والجهود متواصله لحد الساعه لانقاذ الطفل ريان. كنحييكم مجددا متابعي قناه شوف تيفي على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات، عاصمة الشاوية اللي كتسجل فيها في هذه الأثناء 18 حالة إصابة وصفر حالة وفاة في 24 ساعة، في 24 ساعة الماضية. هذه الأجواء متابعي قناة شوف تيفي من القلب ديال مدينة سطات العاصمة ديال الشاوية. كنحييكم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة ديال سطات اللي كتسجل فيها 18 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19. 18 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19 وصفر حالة وفاة في 24 ساعة الماضية. متابعي قناة شوف تيفي كنشكركم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية اللي كتجبر الإشارة أنه يعني في هذه الساعات وفي هذه اللحظات الجهود متواصلة لإنقاذ الطفل ريان اللي تم استخدام واحد طاقم طبي شاب متكون من اطباء من يعني متخصصين في التخدير في الانعاش. الكل يترقب هذه اللحظه لانقاذ الطفل ريان. كنحييكم مجددا متابعي قناه شوف تيفي على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية اللي تسجلت فيها في هذه الأثناء يعني في 24 ساعة الماضية يعني 18 حالة إصابة وصفر حالة وفاة. دعواتكم المغاربة مع الطفل ريان، الطفل ريان اللي في هذه اللحظات، الطفل ريان اللي في هذه اللحظات يعني كتواصل الجهود الإنقاذ ديالو، يعني الجهود متواصلة. هذه مجمل الأجواء متابعي قناة شوف تيفي من خلال
هذا البث المباشر من القلب ديال مدينة سطات عاصمة الشاوية. كنحييكم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم، مزيد من الحذر، مزيد من الإجراءات والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية اللي كتنص عليها السلطات المعنية في المجال. مجددا متابعي قناة شوف تي في، كنحييكم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية اللي تسجلت فيها في هذه الأثناء 18 حالة إصابة، 0 حالة وفاة في 24 ساعة الماضية. كنشكركم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر. تحياتي لجميع متتبعي قناة شوف تيفي.